يتحقق في احمد العكيشي، فرصه اولى للترجي، العكيشي هدف الرابع للترجي، 35 ثانية على انطلاقة الفترة الثانية، العكيشي يسجل هدف الرابع للترجي، احمد العكيشي وانطلاقة بقوة للترجي في الفترة الثانية بكل قوة. احمد العكيشي غلط لسعد الامامي، افشل في الفترة الاولى من خلال زوج فرص، لكن هذه المرة منذ البداية على طريقته، شوف الاعادة، احمد العكيشي يتجاوز اسامة الحسيني بالساقة اليسرى بكل قوة، إغالة الحارس الأسعد الهمامي.